بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنة خمسة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض اسئلة ليسون 3 في يونت 2 من كتاب المعاصر. هنحل اسئلة الدرس الثالث في الوحدة الثانية من كتاب المعاصر. وقبل ما نبدأ يا حلوين، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. معاكم ثانية يا حبايبي، تحطوا لايك للفيديو ونشير الفيديوهات لأصحابنا. ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال listen and complete، يعني استمع وأكمل. ده سؤال استماع، الكلمة اللي بتسمعوها بتكتبوها في النقط. عندنا ده حوار dialogue بين A و B. A بقول لي B good morning، صباح الخير. رد بي على A وقال له good morning، صباح الخير. احنا عارفين ان الرد على good morning هي برضو good morning. لما حد يقول لي صباح الخير بقول له صباح الخير. وبعد كده قال له can I help you، يبقى أول كلمة هنكتبها في أول نقط can. can I help you يعني هل يمكن أن مساعدتك. رد إيه على بي وقال له yes please، يعني نعم من فضلك. how much is the ticket، كم ثمن التذكرة. يبقى تاني نقط هنكتب فيها how how. رد بي على إيه وقال له that's 3 pounds. يبقى تالت كلمة هنكتبها pounds يعني جنيهات. that's 3 pounds يعني بثلاث جنيهات. بعد كده ايه قال لي بيه I want 4، انا اريد 4 يعني 4 تذاكر. I want 4 please، انا اريد 4 من فضلك. بعد كده بي رد على ايه وقال له here you are، here you are يعني تفضل. بعد كده بقول لي circle the odd word and replace it with a correct one. طبعا ده سؤال يا حبايبي بنعمل فيه دايرة على الكلمة المختلفة وبنجيب كلمة من نفس نوع الكلمات الباقية. أول حاجة لازم نقرأ الأربع كلمات ونترجمهم، وبعد كده بنلاقي كلمة مختلفة وثلاثة من فئة واحدة أو من نوع واحد، بنعمل دايرة على الكلمة المختلفة وبنجيب كلمة من نفس نوع الكلمات الباقية. عندنا بوت يعني اشترى، فعل ماضي غير منتظم. عندنا تيكت يعني تذكرة، دي كده نون اس. عندنا توك يعني أخذ، فعل غير منتظم. عندنا went يعني ذهب، برضو فعل غير منتظم. يبقى كده عندي ثلاث أفعال ماضي، أفعال غير منتظمة مصرفة في زمن الماضي البسيط. وكلمة ticket دي كده noun اسم بمعنى تذكرة. يبقى كده دي الكلمة المختلفة. نعمل circle على ticket ونكتب so، برضو فعل ماضي غير منتظم. so saw الماضي لc. في number 2 6 3 8 9 كلهم numbers، numbers يعني أرقام ما عدا 8 فعل ماضي غير منتظم. يبقى نعمل سيركل على 8 ونكتب 2، أي رقم ما يكونش موجود في 3 2 TWO. في number 3 drink boy boy eat كلهم verbs أفعال ما عدا boy اسم بمعنى ولد. نعمل سيركل على boy ونكتب go فعل برضو. number 4 thirsty hungry strong library كلهم adjectives صفات ما عدا library اسم مكان مكتبة. يبقى نعمل circle على library ونكتب happy سعيد. number 5 عندنا write play eat prize كلهم verbs أفعال ما عدا prize اسم بمعنى جائزة. يبقى نعمل circle على prize ونكتب drink فعل بمعنى يشرب. بعد كده بقولي fill in the gaps using the words in the books، بنقرأ القطعة الباسج وبنترجمها ونفهمها، وبنختار بقى كلمة مناسبة من اللي فوق، يعني كل نقط بنختار فيها الكلمة المناسبة من فوق على حسب المعنى. بنقرأ ونترجم ونشوف ايه الكلمة اللي ناقصة ونكتبها في النقط، بنختار من الكلمات اللي فوق. بقول لي yesterday بالأمس my family and I يعني أنا وعائلتي، we're in the amusement park كنا في حديقة الملاهي، we saw a show يعني رأينا العرض. احنا واخدين في الكلمات يا حبايبي see a show يعني يرى عرض. هنا الفعل see جه في الماضي يعني so، مفيش مشكلة خالص يا حبايبي. ايه الكلمة اللي بتيجي مع see show؟ برضو هتيجي مع so، يعني كلمة show هتيجي مع الفعل سواء مصدر او ماضي زي ما احنا حافظين في الكلمات. يبقى we saw a show يعني نحن رأينا العرض. يبقى اول نقطة هنكتب فيها show، كده احنا اخترنا كلمة show في number 1. بعد كده about dolphins يعني احنا رأينا العرض او شاهدنا العرض عن الدولفين. about dolphins بعد كده
ادل اند تامر يعني عادل وتامر ايت كوتن كاندي يعني اكلوا حلوى غزل البنات. سلمى وانت اون قرايد يعني سلمى ذهبت لركوب لعبه في الملاهي. احنا حافظينها في الكلمات جو اون قرايد، هنا الفعل جو جه في الماضي وانت اون وبعد كده قرايد، بنختار الكلمه الناقصه نكتبها في النقط. اي توك سام بيكتشرز انا التقط بعض الصور، يبقى بيكتشرز نمبر 4 نكتبها في النقط الرابعه. وي اول وان برايزز يعني نحن جميعا فزنا بالجوائز. وي اول وان برايزز يعني نحن جميعا فزنا بالجوائز. بعد كده سؤال ترتيب، طبعا اول جمله بتبدا بفاعل يبقى الترتيب كالاتي يا حبايبي. لو الجمله بدات بفاعل اول حاجه فاعل وبعد كده فاعل وبعد كده باقي الجمله، بقول شي وان وبعد كده بقى بجيب الكلمه اللي بتيجي مع الفاعل. احنا واخدينها وان ابرايز كده ماضي، او وان ابرايز لو مصدر هنقول شي وان ابرايز لاست ويك. دايما لما طبعا لما بيبقى عندنا لاست ويك بنكتبها في اخر الجمله، لو ما بدأناش الجملة بيها بنكتبها في الآخر. احنا هنا بدأنا بشي يبقى هنقول شي وان أبرايز لاست ويك. نمبر 2 مي أي هيلب يو، ده سؤال حافظينه في الدرس بنترجمه بكل سهولة وبروح جايين مرتبينه على حسب المعنى. مي أي هيلب يو هل يمكنني مساعدتك؟ مي أي هيلب يو هل يمكنني مساعدتك؟ نشوف الصفحة اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده يا حبايبي بيبدا بفعل مساعد. احنا قلنا واحنا بنشرح زمن الماضي البسيط لو السؤال بدا بفعل مساعد اول حاجه فعل مساعد وبعد كده فاعل وبعد كده فعل في المصدر وبعد كده باقي السؤال، هتبقى did she go on a ride. بنلاقي الباقي تركيبه احنا حافظينها في الكلمات، بقى الموضوع سهل جدا بنمشي واحده واحده. يبقى نمبر 3 did she go on a ride. نمبر 4 كده جملة منفية في زمن الماضي البسيط. قلنا تكوين الجملة المنفية فاعل كلمة النفي وبعد كده فعل في المصدر وبعد كده باقي الجملة، هتبقى she didn't see a show. she didn't see a show. بعد كده عندنا صورة بنكون عليها خمس جمل. أول حاجة عايزة أقولهم يكونوا في حديقة الملاهي، هقول they are at the amusement park. يبقى أول جملة يا حبايبي they are at the amusement park يعني هم يكونوا في حديقة الملاهي. طيب عايز اقول البنات يأكلوا حلوى غزل البنات زي ما احنا شايفين في الصورة كده يا حبايبي، هنقول the girls are eating cotton candy. جملة تانية عايز اقول السيدة او المرأة تشتري دساكر زي ما احنا شايفين كده في الصورة، the woman is buying tickets. البنت تلتقط صور، يبقى the girl is taking pictures. عايزة أقول هم سعداء they are happy. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من حل الأسئلة. أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.